دلوقتي هنكمل تاني. المفروض ان احنا قلنا بقى في ملاحظتين على حل النوعيه دي من المسائل لما بيطلب مني باي باك بيريود. هل حد شاطر يقول لي ايه الملاحظتين دول؟ يلخصهم لي كده. الملاحظة الأولى إن أتأكد الأول من الماكسيمم باي باك اللي هيطلع لي، وأشوف لو في بروفيت أصلا ولا ما فيش. الملاحظة الأولى الملاحظة يا الثانية أيمن، الملاحظة الأولى يا أيمن، أتأكد إن أنا عند الملا نهاية هتتجمع لي فلوس أكتر من اللي أنا دفعتها، عشان ده هيبقى معناه بالظبط ماليه إن في فترة في النص هرمي فيها فلوسي. ولو لقيت التشيك ده أصلا طلع لي مبلغ أقل من اللي أنا دفعته، يبقى ده معناه إن المسألة دي ملهاش حل. تمام كده؟ مظبوط. ده كان قصدي. الملاحظة الثانية يوسف ياسين، ان ايوه يا دكتور، الملاحظة الثانية ان الفلوس اللي انا جبتها لازم تكون اكتر من اللي هي المفروض تجي في ما لا نهايه، تكون اكتر من دي كانت من اللي انا الاولانيه. لا دفعت. لا ايمن، دي الاولانيه. لا لا ايمن، الفلوس. المعلومه الثانيه ان لو طلع لي اي رقم فراكشن 15 بوينت حاجه، فده معناه ان انا لغايه السنه ال 15 هقول له كده، ان السنه ال 15 هكون ما لميتش فلوسي، اول سنه هكون عديت دوت هي السنه 16 وهكون لميت فلوسي ومعايا فرق، مش بقربها لاقرب رقم. يعني لو طلعت 15.01 او 0.01 حتى، مش معناها ان انا هقربها ل 15، هي اول سنه بعد الكلام ده. خلاص تمام. هل ممكن بقى تعملي تجربه تانية دلوقتي؟ دلوقتي الراجل قال لك دلوقتي انا عايز الم فلوسي في 5 سنين بس. هو دفع كام في الاول؟ نفس ال 18 مليون بنفس الانترست ريت اللي هو ال 15%. قال لك لو انا عايز الم فلوسي بعد 5 سنين، اكسب كام كل سنه؟ نعرف نحسبها ديت؟ نعرف عايز تطلع كام؟ بس لان كده يبقى عندي 2 و 1 صح؟ لا هو ما هو قال لي انا عايز بعد 5 سنين. سوري، هو اللي بقى النون دلوقتي ان هو مش عارف ياخد كام كل سنه. يعني ال 3 مليون اللي كان بياخدها كل سنه ديت، دي بقت بالنسبه لي مالها؟ اللي هي اللي هنا دي 3 مليون، دي بقت النون. لكن خلي بالك ان ال 3 مليون اللي في الاخر اللي هي هنا دي لسه زي ما هي. هي دي اللي في الاخر دي بتاعت ايه؟ كانها سلفش فاليو. قال لك ان انا بعد ما بخلص الاكويبمنت اللي عندي هبقى 3 مليون، دي كده كده هتتباع في اخر سنه. معلش يا دكتور، ممكن سؤال؟ اتفضل. انا مش ممكن اعمل ال 3 مليون دي ماينس ال 18 واشتغل على نفس الايكويشن؟ يعني ايه؟ يعني يعني مش هو هيرجع له ال 3 مليون دول في الاخر؟ بس هيرجعوا له مثلا بعد 5 سنين. هل هي قيمتها النهارده ال 3 مليون اللي هياخدها بعد 5 سنين؟ ايوه 3 مليون النهارده بالفراكشن بتاعتها اللي هي بتاعت الانيوال بتاعت السنين بتاعتها، هقسمها على 1.15 اس 5. ماشي يا دكتور، انا مش فاهم هو ايه المطلوب الثاني الجديد. يعني انا المفروض دلوقتي احسب الانيوال بعد 5 سنين المساله عشان هي دلوقتي استرد الفلوس عند 5 سنين. المساله هي هو ما. دلوقتي عايز بيقول لك ان انا لو هو قرر ان الانترست ريت هيفضل زي ما هو 15% دوت الام ار ار، وفي نفس الوقت عايز يلم فلوسه بعد 5 سنين، المفروض يكسب كام كل سنه؟ يعني المفروض ان بعد 5 سنين تبقى هي 18، يبقى مجموع هياخدها يعني 18. تمام. احسبها ازاي ديت؟ حد يعرف يرسم الكاش فلو دايجرام الجديد اصلا؟ لو حبيت ارسم الكاش فلو دايجرام الجديد ارسمه ازاي؟ طب والثلاثه اللي في الاخر يا دكتور، ال 3 مليون اللي في الاخر دي ايه؟ ثابته كده كده هياخدها. كده كده هياخدها بعد ال 5 سنين يعني. دلوقتي هو كاني قلت ان لان في 5 سنين وعايز اجيب الايه؟ بالظبط كده. هو هنا هياخد مبلغ وهنا هياخد مبلغ وهنا هياخد مبلغ وهنا هياخد مبلغ وهنا هياخد مبلغ، والخمس مبالغ دول هو مش عارفهم،
دول اللي اسمهم الايه بتاعتك. وفي اخر سنه هيجي معاك في الاخر هياخد 3 مليون برضه 3 مليون ولسه دافع هنا 18 مليون 18 تمام. الايه بقى بكام؟ نحسبها ازاي ديت؟ كاش فلو جرام الانترست ريت بتاعته الاي بتاعته 15% وعايز يحسب يبقى الحاجات دي مجموعها 18 مليون اللي هي دكتور طلعت ب 4.927 اللي هي قدامنا على الـ على الـ على اللي في في اللي في نفس الحل اللي قصادنا ده على طول. خلاص في حد مش عارف يشتغل؟ يا شباب ماشي يا دكتور بس بنكتب الايكويشن بس. طيب ماشي طلعت نفس الريزلت يا دكتور طلعت نفس الريزلت هايل. الناس اللي ما بتتكلمش دي معانا بس ما بتتكلمش انا عايز الناس على قد ما تقدر اكتب وانت يعني اكتب وانت بتتفرج برضو دكتور. الثلاثة اللي في الاخر دي اللي هي برضو بيكسبها بال كده كده دي الفلوس اللي هتجيلي لما لا مش الانيوال دي مش انيوال دي الفلوس اللي هتجيلي لما حاجه في الاخر اللي بتتجمع في الاخر زي الكاش فلو دايجرام اللي قبليها صح بالظبط دي كانها سلفج فاليو. كل الناس طلعت ال 4.9 مش عارف ايه ديت هيا يا دكتور طلعت كده في مشكله المسائل اللي بيطلب مني احسب بيها باي باك بيريود المفروض ان انا بتشيك الاول عند الملا نهايه عشان اتاكد ان لازم يبقى عند الملا نهايه الفلوس اللي بتتجمع او اللي بلمها اكتر من الفلوس اللي انا بعتها عشان ابقى عارف ان في باي باك بيريود في النص. لو لقيت الفلوس اللي لميتها عند الملا نهايه اقل من اللي انا دفعته يبقى مش هحل المساله وهقول له ان مفيش باي باك بيريود للمشروع دوت والمشروع ده كده يتعد فاشل. الحاجه الثانيه اخد بالي ان لو طلع لي فراكشن فده معناه انت دايما التغير بتاعك بيحصل كل سنه فانت اول سنه بعد منه هي السنه اللي هقول فيها ان فلوس رجعت لي ده رجعت لي كمان وعليها مكسب. هناخد طريقه جديده للكمباريزون دلوقتي اسمها انترنال ريت اوف ريتيرن. يعني يا دكتور ساعتها اكتب اللي من الان ب 16 مش ب 15 هطلعها 15.3 بس عشان انا اوريه اقول له ان انا فاهم هكتب نوت كده ان الكلام ده معناه ان هو لغايه السنه ال 15 هيكون لسه ما رجعش فلوسه فلوسه هتكون رجعت له وكسب في السنه ال 16. انا ما عنديش حاجه في الكاش فلو ده غير اسمها 3.10. ايوه خلاص كده الباشمهندس حازم المفروض ان هو تواصل معاكم عشان يلاقي وسيله نبتدي نحل بيها الشيتات برضو. هل تحبوا نشتغل يعني يشتغل معاكم زي ما احنا شغالين دلوقتي ولا تبقى حاجه اوف لاين وبعد كده تتناقشوا معاه؟ خليها حاجه اوف لاين يا دكتور بعد كده نتناقش معاه. يعني هو ساعتها الباشمهندس حازم فور اكزامبل لو عنده فايل زي كده زي البي دي اف ده كده هيحطه ويحط عليه فويس ويبعته لك في صوره فيديو ونرفعه برضو على التشانل بتاعت الكليه وبعد كده يحدد وقت على ال ام اس على ال ام اس مثلا تبقى ديسكشن اللي عايز يساله هيرد. يعني بلاش ال ام اس خليه مثلا على الزوم برضو يعني علشان خاطر ال ام اس ساعات بيهيس. انت عايز تبقى حاجه تفاعليه خلي بالك بس هو ال ام اس مشكلته الوحيده في الـ في الـ في اللودنج يعني فكره ان يبقى حاطين كم داتا كتير او ناس كتيره داخله في نفس الوقت. هي دي بقى المشكله لو حد لو احنا مثلا كتير هو في تولز كويسه جدا وهو باورفل جدا فعشان كده انا حتى اتفقت معاه النهارده ان فاكرين الاساينمنتس اللي احنا كنا متفقين ان احنا هنسلمها على جوجل فورم الحاجات كلها دلوقتي هتتسلم على ال ام اس هتلاقي فيه الحاجات واضحه والديدلاين واضح وتتعامل معاه كويس. انا بس لو انتوا عندكم مشكله فيه في اكتر من توتوريال ممكن يوريك ازاي تتعامل معاه.
هو انا دكتور اوريدي رفعت الاساينمنت بتاعي على ال ام اس ولا لازم برضه ابعته في الجوجل فورم؟ لا كده هايل. طيب طيب نكمل بقى الانترنال ريت اوف ريتيرن. عايش يا دكتور دلوقتي. هو بس بالنسبه للاساينمنت انا كان في الاساينمنت بتاع الاكسل شيت انا ما سلمتوش لسه، كان حصل عندي مشكله ما عرفتش اسلمه، فسلمه ازاي؟ مش مشكله، هيتحط الحاجات ديت باشمهندس حازم، هخليه يرفعها على ال ام اس وهيبقى ليها وقت وهترفع فيه خلاص. يعني ده يعني اعتبر ان الوقت اللي فات ده كانه ما حصلش. انت مش هتحسب ليت يعني؟ مش هتحسب ليت لا ولا حاجه. طيب تمام يا دكتور. خلاص تمام. دلوقتي هو عايز يحدد او يحسب حاجه للمشروع اسمها الاي ار ار. الاي ار ار دي اختصار انترنال ريت اوف ريتيرن. ايه بقى معنى انترنال ريت اوف ريتيرن ديت؟ قال لي انت دلوقتي هتتخيل ان الكاش فلو دياجرام بتاعك ما فيهوش انترست ريت، في بيمنت في الاول، في فلوس في خلال السنين، وفي عدد سنين، لكن ملوش انترست ريت. وبيقول لي احسب انت بقى الانترست ريت اللي يخلي الكاش فلو دياجرام ده بصفر. يعني ايه يخلي الكاش فلو دياجرام بصفر؟ حد عارف؟ كاش فلو دياجرام بصفر؟ اه يعني ايه يخلي الكاش فلو دياجرام بصفر؟ اعتقد يعني يحوله سنجل بايمنت؟ لا مش يحوله سنجل بايمنت. يخلي مجموع الفلوس اللي انت كسبتها قد هي اللي انا دفعتها. يعني اللي انا دفعته في الاول يرجع لي. اللي انا دفعته كسبته. حلو كده؟ اللي انا دفعته ايه؟ كسبته في طول عمر المشروع مش في ان معينه. يعني لو الكاش فلو دياجرام بتاعي طوله 10 سنين يبقى في خلال ال 10 سنين دول اللي دفعته رجع لي. لو انت حطيت الانترست ريت اللي يخلي لك اللي دفعته رجع لك ده بيسميه الاي ار ار اللي هو انترنال ريت اوف ريتيرن. تعالى نفهم ده باكزامبل لان الاكزامبل دايما هيخلي لنا الدنيا تبقى منوره اكتر. عايزك تقرا الاكزامبل ده كده بالراحه وكل واحد بورقه وقلم يحوله الكاش فلو دايجرام. ممكن؟ تمام. هديك دقيقتين لو حد يقدر يرسم لنا الكاش فلو دايجرام ده هنا. في الجزء شايفين الجزء الفاضي ده كده؟ الحته الفاضيه ديت؟ انت تقدر تستخدم قلم من عندك وترسم. انا اختار حد على سهوه وخليه هو طيب اللي يشرح لنا. دكتور بعد اذنك انا عندي سؤالين صغيرين. هو دلوقتي في المساله هنا قال لي ان هو اجرها لمده 4 سنين، هل ده معناه ان هو بيدفع كل سنه مثلا 100,000 ولا بيدفع المبلغ كله في بدايه في لا اول لا لا سنه لا. طالما قال لك كده يبقى المبلغ ده بيدفع في اول سنه، في اول ما قال سلام عليكم. طيب موضوع ان هو الجراج بياخد كميات العربيات والباصات دي، هل ده بيبقى في السنه برضه ولا ايه؟ يا بولا يا بولا انت كده مش هترسم، يا بولا انت كده هتشوه المكان. قولي ايوه. دلوقتي هو بيقول لي تشارجز مانثلي فور برايفت كار مثلا $10، انا هحسب على الماكسيمم ان هو مثلا عنده 200 عربيه في كل شهر. بالظبط. هو عامل استيميشن ان كل شهر هيجي له ليتس مثلا 50 عربيه، ده الريت اللي هيحسب عليه. نعرف بقى نحول الكلام ده
فلو دايجرام. حد بس طب حد يقول لي مبدئيا الكاش فلو دايجرام هيكون طوله قد ايه؟ ثمانية وأربعين شهر. برافو عليك. هو اختار لي في المسألة، اختار في المسألة ان التعامل بتاعه او مكسبه هيكون كل شهر، بما ان الراجل قاعد 4 سنين فهيكون عنده 48 شهر. خش له بقى كام كل شهر؟ 10 في 2 هيخش له 10,250. 10,250 هو في السنة 12,000 و120,000. ثانية واحدة بس، احنا بنتكلم في الشهر دلوقتي. هل الكلام ده صحيح يا مستر بولا؟ صحيح. هو هيدخل له في الشهر 10,250. انا الكلام ده كده صح؟ مظبوط يا دكتور. ريم يا دكتور. طيب تمام. دلوقتي احنا الحسابات ابتدت تتحسب تحت هيت. هو عمل ايه؟ قال لي تكلفة المتركة $8 فحسب المبلغ التوتال، فطلع له ال400,000 اللي عندنا ديت. وبعدين ابتدى يحسب، هو قال لك ان عنده مش عارف 200 عربية صح كده؟ و25 باص و70 تراكتور، وحسب لهم فطلع 10,250. الفلوس دي الريفينيو اللي بيطلع له كل شهر. في السنه بقى يبقى اضرب ده في 12 ولا افضل اخليه بالشهر؟ وانا بفضل يا دكتور انه يبقى بالسنه، والا هنعمل مونثلي بيمنتس كتير قوي يعني. ما هي الفكره يا ايمن، الفكره مش انك انت تفضل، هي الفكره في كده بقى. احنا اتفقنا على الكلام ده قبل كده. هل 1000 جنيه كل شهر؟ لو انا قلت لك ان انا عندي مشروع بيدخل لي 1000 جنيه كل شهر، ده معناه ان بيدخل لي 12,000 جنيه في السنه؟ هو ده السؤال بقى. هو انا كده لازم اوجد الانترست ريت المونثلي الاول صح؟ بالظبط، انا الفكره في كده. انا بسال السؤال تاني بس حد يرد عليه. هل لو انا عندي مشروع بيكسب 1000 جنيه كل شهر، ده معناه انه بيكسب 12,000 جنيه في السنه؟ لا طبعا. لا طبعا ما ينفعش احسب كده. هو اختار ان هنا هيحسب ازاي؟ يحسب كل شهر، فلازم الكاش فلو دايجرام بتاعي يبقى كل شهر. بص ادي شكل الكاش فلو دايجرام اللي احنا عايزين نوصل له. دفع 400,000 هون في الاول هنا، وفضل لغايه الشهر الكام؟ لغايه الشهر ال 48. ايه بقى تعريف الاي ار ار؟ قول لي تعريف الاي ار ار. هو الانيوال ريت اللي يخلي لي الكاش فلو دايجرام دوت بزيرو. ازاي تخلي الكاش فلو دايجرام ده بزيرو؟ عارف؟ معلش يا دكتور، هو الاي ار ار لازم يبقى انيوال ريت، ما ينفعش يبقى بالظبط كده. هو باي ديفينيشن هو الانيوال ريت اللي يخلي لي الكاش فلو دايجرام بتاعه بزيرو. احنا هنعمل ايه؟ هنحاول نخلي برضه في زيرو، بس هخلي لك الكاش فلو دايجرام ده بزيرو. بس عشان تعرف تحسب الكاش فلو دايجرام ده، انا عندي يونيفورم بايمنت قيمتها 10,250 لمده 48 شهر، احسبها ازاي ديت؟ كده لازم اخليها بالانوال برضه، لازم اخليها بالسنه عشان عندي عايز اطلع الريت بالسنه برضه. لا خالص، طب ما انا احسب الريت بالشهر، وبعد ما احسب الريت بالشهر هرجعه للسنه. مش ده اسهل؟ حد فاهم حاجه؟ انا اجيب الاي مونثلي بعد كده، او يعني انا من الكاش فلو دايجرام دوت، من الكاش فلو دايجرام اللي عندي دوت اقدر اجيب لك الاي، بس هتطلع اني اي؟ الاي مونثلي. هتطلع الاي مونثلي. تعرف تحولها الاي بتاعت كل سنه؟ الايكويشن سهله جدا. الايكويشن هي اللي عندك اللي عندنا ديت كده، حسبت منها الاي بتاعك، بس هيطلع الاي ده ماله؟
هيطلع الايدل اي مانث اللي هو الرقم ده. بتعرف تحول الاي يير؟ اه ايه العلاقه ما بينهم؟ العلاقه ديت فيطلع عندي ان الاي بتاع الير كام بقى؟ 0.11 0.11 يعني 11% 11% اللي انت حسبته ده اسمه ايه؟ ده كده بقى الانترست ريت انيوال بالسنه الاي ار ار اللي هو انترنال ريت اوف ريتيرن ده انترست ريت في السنه اللي يخليه لي الكاش فلو الكاش فلو دايجرام بتاعك الكاش فلو دايجرام بتاعك كام؟ يخلي لي الكاش فلو دايجرام بتاعي بصفر. واضح ديت؟ تمام. انا بقى اقدر احد الوسائل اللي ممكن اكمبير بيها ما بين مشروعين هو الاي ار ار بتاعه، ان انا احسب لكل مشروع منهم الاي ار ار بتاعته وبناء عليه اقدر احدد لك مين فيهم الاحسن. الكلام ده هنكمل فيه المره الجايه ان شاء الله. احنا بس في المره دي كان يهمني تعرف ازاي تحسب الاي ار ار، هتعمل بيه ايه بقى، ده اللي هنكمل بيه المره الجايه. خلاص ماشي يا دكتور. هل الكلام ده كده، هل الكلام ده كده فيه مشكله؟ لا ما فيش مشكله. تمام يا دكتور. دلوقتي خلي بالك يعني احنا طبعا وده اللي انا قلته للناس المره اللي فاتت مش هنقدر ناخد وقت قد وقت المحاضره العاديه في الغالب في الاونلاين دوت. وعلى قد ما الاونلاين دوت يمكن احنا مفتقدين فيه فكره ان احنا بس بنكسب في العكس حاجه تانية، ان كل واحد منكم ممكن يبقى بيرسونال مني ليه كده كان انا بكلمه في ودنه او كاني بكلمه مني ليه. فانت يفترض ان انت لو قاعد فعلا بجد هتبقى مركز اكتر ما انت مركز في المحاضره، لان انت حتى اثناء المحاضره العاديه ممكن تسع شويه. طب ماشي يا دكتور، ممكن سؤال بس عشان هي فاتتني وانا وحضرتك بتتكلم، هي ممكن بس ازاي بعرف اتاكد من ال ان احط الان يعني بانفينيتي واعرف ان اللي هاخده بقى في الانفينيتي ده اكتر من الـ من البي باك بيريود او اللي انا دفعته المفروض؟ انت طالب مني احسب عند ان معين صح كده؟ تمام. هنسى اللي انت دفعته خالص كانه مش موجود. حلو كده؟ تمام. واحسب انا عند ان بتساوي ما لا نهايه الفلوس اللي هلمها. هتبقى معادله ما فيش فيها مجاهيل. فاهم حاجه؟ تمام. لما اعرفها سواء كانت شهري او سنوي، وفي نفس الوقت الانترست ريت بتاعي عارفه، والان انا حطيتها بكام؟ حطيتها بما لا نهايه. اللي انت بتحسبه دوت هو الفلوس اللي انت هتجمعها لغايه ما لا نهايه. والله لو لقيت الفلوس اللي هتجمعها لغايه ما لا نهايه ديت اكبر من الفلوس اللي انت دفعتها من الاول، فده معناه ايه؟ يعني انت لما جيت حسبت لغايه ما لا نهايه لقيت نفسي هلم 50 وانت في الاول كنت دفعت 30، ده معناه ايه؟ تمام. معناه ان في فتره في النص هكون لميت 30 بس. اخش بقى في المساله ساعتها واحط الان مجهوله واساوي الارقام دي ب 30. طب لقيت اساسا اللي انا جمعته عند الملا نهايه كان 10 وانت قلت لي انا دافع في 30، يبقى ده معناه ايه؟ مفيش باي باك بيريد. مفيش باي باك بيريد، وهقول له ساعتها المشروع ده فاشل. طب ماشي يا دكتور. هتلاقي في اساينمنت على ال ام اس على الحاجات ديت. يا ريت تبتدي تحاول فيه قبل ما الباشمهندس حازم يبتدي يحله لك، هو برضه حازم هيحله ويبعت لك الشرح بتاع الحل دوت فيديو وتتفرجوا عليه وبعد كده تتناقشوا فيه معاه. خلاص تمام يا دكتور. هل حابين ان المحاضرات تبقى كده برضه، يعني انا اشرح الاول وابعت لك فيديو بعد كده نتناقش، ولا نخلي المحاضرات زي ما احنا شغالين؟ انا شايف نخليها كده احسن. خلينا زي ما احنا شغالين يا دكتور. كده احسن زي ما احنا يا دكتور. كده احسن يا دكتور. بس حضرتك يعني برضو ترفعها لنا، يعني تسجلها وترفعها لنا عشان لو حد مثلا ما عرفش. طبعا طبعا، اللي احنا فيه ده كله هيتسجل وهيترفع، فده ما فيش فيه مشكله، هيبقى عندك فرصه ان تبقى ان انت تتفرج عليه تاني.